مساء الخير. للسريان حضور مديد في المشرق، أرض ولغة وشعر وغناء، تراث عريق من أنطاكيا إلى العراق وحتى الهند، من تركيا إلى المهاجر. للسريان وجه شفه الحزن منذ النزوح وافتراش المنافي، لكنهم كثقافة أصيلة ورثة حضارة وعمران ما زال حنينهم إلى الجذور ينمو، وحضورهم الكنسي يقرع أجراس أنطاكيا. بين زيارة قداسة البابا إلى لبنان ومجيئه إلى هذا المكان دير الشرفة، رمز فعالية السريان الكاثوليك والمجمع السرياني الكاثوليكي الذي أعقب الزيارة، أجراس المشرق تحاور غبطة البطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان. قبل الحوار صورة شخصية لغبطة البطريرك يونان. يعود البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان في أصوله إلى ماردين التي نسح والده من تخومها إلى الحسكة شرق سوريا. ولد عام 1944 وأنهى دروسه الابتدائية في مدرسة السريان في الحسكة. جاء إلى إكليريكية دير الشرفة عام 1956 وأكمل فيها دروسه الثانوية. تابع في روما دراسته في الفلسفة واللاهوت وعاد إلى الحسكة ليتقبل الرسامة الكهنوتية عام 1971. درس وبات مديراً للإكليريكية الكبرى بالشرفة حتى عام 1973، حيث رجع إلى الحسكة ليعمل مربياً في المدارس والأبرشية وبين الشباب. عاد إلى بيروت عام 1980 كاهناً مساعداً في رعية البشارة وبقي حتى عام 1986. غادر يومها إلى أمريكا ليؤسس كنيسة في نيوجيرسي للسريان الكاثوليك المهاجرين. في عام 1995 تأسست أبرشية سيدة النجاة في الولايات المتحدة وكندا وانتخب مطراناً لها في العام التالي. انتخبه سينودس الكنيسة السريانية الأنطاكية الكاثوليكية المجتمع في الفاتيكان بطريركاً في 20 كانون الثاني 2009، ومنح اسم مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان. أهلاً بكم غبطة البطريرك، أهلاً فيك بأجراس المشرق. منذ مدة اختتمتم بعد زيارة قداسة البابا المجمع السينودوس للبطركية السريان الكاثوليك. هل واكب المجمع زيارة، أو بالأحرى كيف واكب المجمع الإرشاد الرسولي الذي أتى مع زيارة قداسة البابا؟ طبعا غسان، نحن السريان الكاثوليك ككنيسة بين كنائس الشرق نشارك أخوتنا وخياتنا بهالكنايس كما يشاركنا أخوتنا وخواتنا من الديانة الإسلامية بالفرح الحقيقي بالتقدير لقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر الذي شرفنا هنا في لبنان بزيارة ولو كانت قصيرة 3 أيام. وفيها كمان الزيارات البابوية منيحة يعني بالنسبة ل نعم بالطول. طبيعي. وبذات الوقت نحن كنا بنعرف انه البابا شخصيا اصر ان يقوم بهذه الزيارة، لانه بتعرف الوضع، ان كان الوضع المحلي وان كان الوضع الاقليمي كان بيحرض البعض
يدعي البعض انه بيحاولوا يقنعوه انه ما بيجي سيدنا البابا. وسمعنا من السكرتير العام بتسميه مثل ما يقولوا الشخص الثاني بالفاتيكان، لما اجى شخصيا قالنا انه سيدنا البابا مثل ما يقولوا اغلق الحوار وقال انا رايح على لبنان. فلذلك نحن نشعر من كل قلبنا بهالفرح انه البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، بالرغم من عمره بالرغم من مهامه، يأتي إلينا إلى لبنان الذي كما تعلم هو على الساحة الدولية بلد صغير ولكن له معنى وله رسالة. ولكن هو جاء من لبنان إلى المشرق، يعني إلى كل سينودس مش من أجل الشرق الأوسط. هذا صحيح، لذلك بكل كلماته كان بتوجه ليس فقط للبنانيين، ليس فقط للبنانيين كمسيحيين ومسلمين أو بالأحرى كمسيحيين فقط، ولكن أيضا للمسلمين ولكل شعوب الشرق الأوسط، حتى يدعون ب مثل ما يقولوا بمحبة وبحنان الأب أنه يعيشوا بشكل فاعل دعوة الإنسانية أنه يكونوا رسل وفاعلي السلام. على صعيد الكنيسة الكاثوليكية الأنطاكية السريانية، ما هي مفاعيل هذه الزيارة؟ نحن كما ذكرت عقدنا مجمعنا الأسقفي في اليوم التالي لعودة سيدنا البابا، يعني يوم الاثنين، وبالطبع كان حديثنا حول هالزيارة، زيارته إلى لبنان، زيارته إلى دير الشرفة، إلى مقرنا البطريركي، ودعوته لنا أنه نعمل كل جهدنا أن نكون حقيقة فاعلي سلام، سيما بهالوضع اللي نحن بنعيشه، إن كان بسوريا جارة سوريا، وإن كان ما زال في العراق، وإن كان في باقي البلدان الشرق الأوسط، نعمل كل جهدنا إنه ننشر هالدعوة إلى السلام على أسس الرجاء والإيمان. نرجو إنه الله ما بيتركنا، إيماننا بأرضنا بأوطاننا، وبنفس الوقت نتوجه لأولادنا سيما الشباب منهم إنه بيراجعوا ذاتهم على ضوء هالإيمان والرجاء. يا سيدنا، هنا يعني أثر الزيارة على مسيحي المشرق في الإرشاد الرسولي، هناك مجموعة من الأمور الهامة. كيف يمكن تطبيق مفهوم الانتماء، الهوية، الأرض، هذه الكنيسة، الجذور، كيف يمكن تفعيل ما أتى في الإرشاد الرسولي عملانيا بالنسبة لمسيحي المشرق؟ طبعا الإرشاد الرسولي ما هو خطة عملية وقتية؟ الإرشاد الرسولي تذكير لنا بدعوتنا أنه نشارك في بناء الإنسان في بلدنا، نشارك الذين لا ينتمون إلى ديانتنا وهم أعضاء مواطنون مواطنات في بلدنا، نعمل كل جهدنا نفتح مؤسساتنا للجميع، إن كان التربوية منها، وإن كان الطبية، وإن كان الاعتناء بالمحتاجين مهمشين. طبعا نحن كنا نفضل ألا يلقى السؤال علينا كمسيحيين، لأنه نحن مكون في هذا الوطن لبنان كما في سائر بلدان الشرق الأوسط، وكنا بنفضل يتوجه لنا الكلام كمواطنين عندنا أهداف مشاركة الآخرين ببناء وطنهم. اليوم نحن نسعى نبني بلد حضاري، بلد القرن 21، لكن للأسف ما زلنا، وانت بتعرف الأسباب، ما زلنا نعيش في هذا الجو نسميه المذهبي أو الطائفي، حيث لا زلنا نعاني من عدم
فصل الدين عن شؤون الدولة المدنية. يعني قداسة البابا في الأصل يجب أن يخاطب المسيحيين، ولكنه كرئيس لأكبر كنيسة في العالم يعني خاطب المسيحيين والمسلمين، لأنه يعرف واقع المشرق بمكوناته، وأن المسيحيين كمكون أساسي فيه وقديم فيه هم جزء من الحراك، ولكنهم الآن أقلية، نحن نعي ذلك. هذه الأقلية دورة أين يتموضع الآن برأيك سيدنا؟ يعني ما لازم يكون له دور يعني يتميز عن دور ما يسمى الأكثرية أو دور باقي المواطنين. نحن مدعوين أن نعيش حضارة الشرق الأوسط التي هي حضارة الديانات التوحيدية الثلاث، الحضارات التي أعطت الأبجدية، الحضارات التي أعطت القانون. فنحن كأبناء وبنات كنائس مسيحية نشعر بواجباتنا قبل بحقوقنا، مطالبين بحقوقنا مثل ما نطلب من الآخرين أنه بيعيشوا واجباتهم قبل ما يطالبوا بحقوقهم أو بفوقية على الآخرين. فلذلك نحن كمسيحيين ما بنشعر بعقدة الذنب أنه يابا ما كنا عم بنقوم بواجباتنا، اليوم لازم نرجع نقوم بهالواجبات. نحن عشنا على مدى التاريخ بهالبلدان، قاسينا مثل ما قاس الآخرون، عانينا مثل ما عانوا، أنتجنا وشاركنا بنهضة هالبلدان بتعرف كتير منيح، وفتحنا مؤسساتنا بمختلف يعني نواحيها للجميع. فنحن نطالب اليوم مثل ما البابا أيضا بيذكرنا أنه ما لازم نيأس، لازم نضل على الخط هيدا المنفتح على الآخرين ونشارك ببناء وطننا. هنا أيضا تحدث قداسة البابا عن دور كنائس المشرق، ما هو دوره فعلا؟ يعني هو أصر على أنه هناك دور لكنائس المشرق والكنائس كما تقولون في الشرق الأوسط أنه لها دور في نشر السلام. كيف يكون لها دور في نشر السلام؟ كنائس المشرق سماها سلفه للبابا بنديكتوس طوبى يوحنا بولس الثاني، سماها رئة من رئتي الكنيسة أو المسيحية، بمعنى أنه بتعطينا نفحة روحية بيحتاجها الغرب، تحتاجها كنائس الغرب. نحن اليوم علينا أن نعود إلى جذورنا الروحية، جذورنا الثقافية، من حضارة، من تراث إنساني رائع، حتى نقدر نعرضه للآخرين هون في المشرق كما في الغرب أو البلاد الأخرى على مستوى الدول. فلذلك سيدنا البابا بيقولنا أنه أنتوا أبناء وبنات الكنيسة الأولى التي أعطتنا الإيمان المسيحي، مثل ما أنتم بتشاركوا غيركم المواطنين في الديانتين الأخريين إن كان الإسلام أو اليهودية، لازم نعرف نعيش مع بعضنا نوع من الشركة. نعم، هنا ثقافة السلام أو ما طلبه بنشر السلام، كيف يمكن ذلك؟ أنا أصر على السؤال، في ظل ثقافات أخرى تبث الكراهية وثقافات، وهناك شيء ما أحداث دامية تجري في هذه المنطقة من العالم سيدنا. إيه؟ ليس فقط نأسف لكن نتألم كل يوم وكل ساعة لما يجري في منطقتنا. من وقت ما صرت بطرك يعني 3 سنوات ونص أنا قمت بزيارة العراق 7 مرات، إن كان العاصمة وإن كان الشمال، ونوعا ما اختبرت المعاناة اللي بيعانيها العراقيون بشكل عام وبالأخص المسيحيين اللي زرتهم، وأصبحوا مثل ما بتعرف يعني أقلية الأقليات نقدر نقول، ولو أنه بعد في أقليات أقل منهم، لكن يعني نزل مثل ما يقولوا عددهم. سأتي في محور آخر إلى موضوع المسيحيين في العراق. نعم، غبطة البطريرك، هل هناك تنسيق بين الكنائس المسيحية في هذه المنطقة من العالم؟
لوضع الإرشاد الرسولي على سكة التنفيذ؟ طبعا هناك بداية تنسيق، وإن شاء الله سنتابع. اليوم لما يتعرف المسيحيين على أنه زيارة البابا والإرشاد اللي أعطانا إياه دعوة إلى الشركة وإلى الشهادة، الشركة بمعنى أنه لازم نعرف نتخلى عن خواصنا الأنانية حتى ننفتح على الآخرين ونقدم الشهادة المسيحية بصوت واحد اللي هو صوت المحبة والسلام. فإذا بدأ يعني نسميها مسيرة حتى نقدر نبلور طريقة تقديمنا هالمفاهيم اللي جاءت بالإرشاد الرسولي. لكن نحن بنشكر الله كمسيحيين في الشرق الأوسط هون ككنائس متعددة الطقوس والتقاليد وحتى اللغات في الصلاة، نحن يعني حققنا شوط كبير من التقارب. يعني ما في شك اليوم بقي انه نوحد صوتنا اكثر حتى نطالب العائلة الدولية انه تعرف تحافظ على هذه المكونات الاولى. سنعود الى هذه العائلة الدولية، مع ان انا برأيي ليست عائلة واحدة. نتوقف اعزائي مع وثائقي قصير عن بطريركية انطاكيا للسريان الكاثوليك، ونعود لمتابعة الحوار مع غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، ولكن بعد الفاصل. حاولت الكنيسة الكاثوليكية الاتحاد بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية في القرن الثالث عشر، وبدأ المرسلون يتقربون من السريان في الربع الأول من القرن السابع عشر. في عام 1662 اختار السريان الكاثوليك بطريركا لهم، وبدأت من وقتها بطركيتهم الأنطاكية. عانى السريان الكاثوليك في القرن الثامن عشر اضطهاد العثمانيين الذين لم يعترفوا إلا بالسريان الأرثوذكس. تسبب ذلك بشغور منصب البطريرك، حيث أجبر مار أغناطيوس ميخائيل جروة على الفرار إلى لبنان عام 1782، واعترفت السلطات العثمانية بهم ككنيسة مسيحية عام 1829، وبات الكرسي البطريركي في حلب عام 1831، ثم انتقل إلى مدينة ماردين عام 1850. تعرض السريان الكاثوليك في الحرب العالمية الأولى كالأرثوذكس والأرمن لمذابح على يد الأتراك والميليشيات الكردية في منطقة تور عبدين وديار بكر والرها، وفقدوا حسب إحصاءاتهم 75,000 شخص. نقل المقر البطريركي إلى بيروت التي فر إليها عدد كبير منهم عام 1920. تتبع الكنيسة السريانية الكاثوليكية الكرسي الفاتيكاني، ويتوزع رعاياها على دول المشرق وأغلبهم في العراق ولبنان وفي المهجر، وتعدادهم حوالي 125,000 نسمة، وهي عضو في مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط. لهم أديرة في لبنان، منها دير الشرفة في درعون، ودير مار بهنان في الموصل بالعراق، ودير مار موسى الحبشي الشهير في سوريا. أهلا بكم. غبطة البطريرك يونان، زرتم مؤخرا غبطة البطريرك مار زكا الأول عواص، بطريرك
السريان الأرثوذكس. هل هناك خطوات عملية بين الكنيستين السريانيتين للتوحيد، لتوحيدهما، لتقارب أكثر؟ أستطيع القول أن العلاقات ما بين الكنيستين السريانيتين أرثوذكسية وكاثوليكية هي من أفضل العلاقات الموجودة بين أتباع كنيستين خاصتين. نحن نعتبر أن جذورنا سريانية كما هم يعتبرون ذلك، وأننا قاسينا معا المعاناة حتى الاستشهاد من أجل إيماننا ومن أجل التراث السرياني الذي نفتخر به. من ناحية العملية نحن نداوم على اللقاءات والاتصالات، وهذا أفضل طريقة لتقوية التواصل فيما بيننا. شعبينا يعني المؤمنين ما بيشعروا انه هن مختلفين عن بعضهم، بيجدوا بإيمانهم وبسريانيتهم الهوية تبعيتهم، إن كانوا كاثوليك وإن كانوا أرثوذكس. أما الوحدة المنظورة بمعنى دمج كنيستين فهذا يتطلب بعض الوقت، وأنا أؤمن أنه عمل الروح القدس إن كان بين الكنيستين السريانيتين وإن كان بين كل الكنائس. العمل الروح القدس هو المطلوب، لذلك نصلي حتى تأتي هذه الوحدة المنظورة في الوقت الذي يريده الله تعالى. غبطة البطريرك، يعني أنت تكلمت عن التراث السرياني. التراث السرياني يعني كما يعلم الكثيرون هو الوريث الأساسي للتراث الآرامي الذي جاء منه السيد المسيح، وهذه اللغة السريانية اللي هي من 600 سنة قبل المسيح، يعني قبلها كانت الآرامية، هو تراث غني وعظيم وحاضنة حتى لجزء كبير من التراث العربي. ماذا تفعلون ككنيستين، يعني هنا أريد أن أسألك، سريانية أرثوذكسية وسريانية كاثوليكية، لإعادة استنهاض هذا التراث وزجه في مستقبل الأيام لدى أولادكم في الكنيسة؟ فعلا سؤال وجيه وبشكرك عليه غسان، لأنه نحن ككنيستين سريانيتين بضل بقول رأس مالنا هو التراث السرياني. نحن نفتخر أن يكون أرثنا السرياني أرث الحضارة الإنسانية جمعاء، لأنه اللغة الآرامية التي منها أتت اللغة السريانية أو التي سميت بالسريانية، كان شرقية أو غربية، كانت قبل الميلاد لفترة طويلة ما يسمى اللينغوا فرانكا، لغة هذا الشرق، حتى حدود باكستان كانت هناك لغة آرامية. يمكن ويقول البعض لم تجبئها إلا اللغة الإنجليزية، اليوم أصبحت عالمية. لذلك نحن مسؤولون على هذا التراث وهذه اللغة، نحبب أولادنا الشرقيين السريان. وما تنسى مش فقط نحن السريان أبناء كنيستين السريانيتين أرثوذكسية وكاثوليكية، نحن تراثنا السرياني أيضا الموارنة. الكنائس الأخرى في الشرق من موارنة، من روم أرثوذكس، روم كاثوليك، هاتين الكنيستين اللتين كانت تسميا في السابق كنيستين ملكيتين، كانوا سريان، اتخذوا الطقس البيزنطي بالقرن الواحد وعشرين، بالقرن الحادي عشر بعد ما يسمى الاختلاف ما بين بيزنطيا وروما. لذلك نحن نعتز بهذا الأرث والتراث. لدينا مجموعات مخطوطات قديمة من أهم المجموعات للمخطوطات في الشرق، هم في دير الشرفة كما في كنائس أخرى، ونسعى لتعليم هذه اللغة. هل تعلمون هذه اللغة؟ نعلم هذه اللغة، هل نعم. تحدثونها مثلا؟ نحدثها، نعم، هناك محاولة تحديثها وإغنائها بكل
ما يسمى العطاءات اللي أتت باللغات الأخرى في عصرنا. نعم، يعني أنت تعلم غبطة البطريرك أن اللغة التي لا تقال تصبح لغة ميتة. نعم. لونج مورت. نعم. حتى لا تصبح هذه اللغة العظيمة التي حوت هذا الإرث ميتة، ما هي آليات تفعيلها على الأقل بين السريان أو داخل الطقس الكنسي؟ كنا نسعى، ومثل ما هنا خاصة في لبنان وفي العراق وفي سوريا سعينا ونسعى لكي نعلم هذه اللغة. هنا في لبنان مجال واسع لتعليم هذه اللغة في مدارسنا الخاصة مثلا. في العراق هناك محاولات من جديد لتعليم هذه اللغة، والدستور العراقي يعترف باللغة السريانية كما تعلم، وفي سوريا بمدارسنا الخاصة أيضا نعلمها. اللغة ما زالت تحكى ولو باللغة العامية بالأسلوب العامي في شمال العراق وبعض القرى في شمال دمشق مثل معلولة، ولو بشكل أقل من العراق. كانت هناك منطقة أيضا يتكلم السريان بلغتهم الدارجة السريانية، الشرق تركيا ما يسمى جبل الطور. نعم. الطور ما هو الجبل. للأسف هذه المنطقة تقريبا خلت من السريان الذين تغربوا في السويد. على اسمح لي إذا أن أقول، ماذا تفعلون حتى لا تخلو هذه المناطق من السريان؟ يعني سؤال مثل ما يقولوا مهم كتير، ولكن للأسف الجواب عليه ما هو بالسهل. أولا، نحن الكنيسة السريانية شاركنا باقي الكنائس في المعاناة حتى بالعصور الحديثة. قبل 100 سنة كانت هناك ما تسمى السوقيات أو سفر برلك. نعم. يعني التهجير القسري للأرمن ولباقي المسيحيين، السريان والآشوريين، سيما في جنوب شرق تركيا. اليوم أيضا مكان للنزاع كما تعلم ما بين قومتين. وأنت أصولك الأساسية من من مردين، من تلك المنطقة العظيمة. جدودي من مردين وضيع مردين، وأهلي يعني أبي وأمي تهجر الطفلين يعني مع والدتيهما على إثر انتهاء الحرب الأولى العالمية الأولى، وما يسمى بالخط، خط سكة الحديد قطع الخط الذي يفصل اليوم بين سوريا وتركيا شمالا، وولدت في سوريا. لذلك أقول، أعود وأقول، تلك المنطقة خلت من سكانها السريان. نسعى لكي نعيد ملكية بعض الكنائس. كانت بطريركيتنا الكرسي البطريركي في ماردين. نعم. ونقل بأوائل القرن 19 إلى بيروت، كما كان أيضا الكرسي البطريركي للسريان الأرثوذكس بالقرب من ماردين في دير الزعفران. نسعى نحن لاسترجاع ملكية بطريركيتنا في ماردين التي أضحت متحفا اليوم، وهي من أجمل البنايات الحجرية في ماردين، كما نسعى لاسترجاع باقي الكنائس، وإن شاء الله ننجح بهالمشروع هذا. لكن الموضوع، هل يا ترى الجماعة المؤمنة هي حجر قبل البشر؟ بالأساس هي البشر. نعم. إذا لم يكن هناك بشر فما فائدة الحجارة؟ تصير متاحف سيدنا للأسف يعني. ولكن هنا أريد أن أسألك أيضا قداسة البابا طلب خلال زيارته الأخيرة من المسيحيين البقاء في أوطانهم. هل من مقومات في تلك المناطق التي جاء منها، أو هي البحيرة السريانية، هل من مقومات في ظل ما يحصل لبقاء المسيحيين في أوطانهم في المنطقة التي تكلمنا عنها؟ لم يعد هناك وجود يذكر
كنت في ماردين قبل 9 أشهر مع مجموعة من أولادنا من إسطنبول، ذهبنا إلى ماردين وكنا بالعيد اللي نسميه عيد الأغطاس الدنح، قدسنا بكنيستنا القديمة. تقريبا إجوا من كل المسيحيين من ماردين تقريبا 120 شخص، وأنا كان عيد يوم عيد مهم نسميه عيد رباني مهم، الدنح الأغطاس. اليوم تلك المنطقة وجودنا معدود يعني بالعائلات فقط بالعشرات للأسف، وهذا في بلد يسمى بلد علماني بالمفهوم الغربي أو ديمقراطي أو ديمقراطي. للأسف في الوقت الذي لا نشعر فيه بأي اطمئنان، لأنه ما زالت العقلية السائدة هي التي تجمع بين الدين والدولة، بين مذهب معين والأمور العامة للدولة. فلذلك بشكل عام المسيحي لا يشعر بالإطمئنان سيما اليوم بالنسبة لشبابنا، وهذه هي بالنسبة لنا التحدي الأكبر، كيف نقنع كما يريد البابا ويحثنا على ذلك، نقنع جيل الشباب أنه يبقى ملتصق بأرضه. هون بعد الأمور المؤلمة التي حدثت إن كان قبل سنتين في العراق وإن كان اليوم في سوريا. اليوم في سوريا نحن ندعو إلى ما يسمى إلى العقل، إلى منطق الحوار، إلى عيش الحياة المشتركة بروح حضارية تليق ببلد حضاري مثل سوريا والعراق ولبنان. لكن للأسف القوى المظلمة هي اللي عم تبين كأنه هي اللي عم تربح. سأعود إلى هذا في المحور الثالث من هذا الحوار مع ضبطة البطريرك. نتوقف أعزائي مع وثائقي قصير عن دير الشرفة، ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بعد الفاصل. عندما لجأ بطريرك السريان الكاثوليك مار أغناطيوس ميخائيل الثالث جرو إلى جبل لبنان جراء الاضطهاد العثماني، استأجر مسكنا صغيرا عام 1784 لمدة سنتين في أرض الشرفة له ولمرافقيه. في عام 1786 اشترى قمة الشرفة المطلة على بلدتي درعون وحريصة التي تخص أساساً مشايخ آل الخازن، وبدأ يبني أماكن له وللمقيمين معه وللتلامذة الإكليريكيين الذين استحضرهم ليعدهم للكهنوت. أطلق على المقام اسم دير سيدة النجاة الشرفة إقراراً بجميل السيدة العذراء نحوه بعدما عانى المصاعب والتهجير، وسماه الكرسي البطريركي الأنطاكي في دير سيدة النجاة بعدما جعله مقراً ثابتاً له. يتألف الدير من عدة أقسام: المقر البطريركي الصيفي حيث يقيم فيه البطريرك والأساقفة أكثر من 3 أشهر، وقسم يضم أعضاء الرهبانية الأفرامية والإكليريكيتان الكبرى والصغرى ومدرسة الشرفة، كذلك أخوية الحبل بلادنس للرجال والنساء المجاورين للدير التي تأسست عام 1900 وحركة مارشربل. يعد الدير روح السريان الكاثوليك، فيه كنيسة جميلة أسسها البطريرك جروة، تخرج منه عدد كبير من البطاركة والأساقفة والكهنة والرهبان. اشتهر بمكتبته الثرية ومخطوطاته ومطبعته العريقة وبالزراعة أيضاً.
أهلا بكم. غبطة البطريرك بصراحة، هل من ربيع عربي؟ الربيع لازم دايما بيجي بعد الشتاء وبعد الخريف، هيدا حسب قانون الطبيعة والطقوس. لكن اليوم إذا بدنا نستنظر كذا سنة حتى يأتينا ربيع حقيقي يزدهر بالزهور والألوان، أتصور بعدنا بعاد كتير عن ذاك الربيع. بمفهومنا ربيع لازم يكون زمن خير ونعم وبركات على الجميع. ما أثر ما يحصل إذن على المسيحيين؟ المسيحيين كمكون نقدر نسميه من أضعف المكونات من ناحية التسليح والتنظيم الحزبي في بلادنا العربية، هم المعرضون أكثر من غيرهم للاستبداد يعني القتل والتشريد. يعني لا نستطيع القول أن المسيحيين مثلا في سوريا أو في العراق استهدفوا دائما لكونهم مسيحيين، ولكن الفوضى الموجودة في تلك المناطق بتخلي القوي يستهدف الضعيف، كان يستبد بالضعيف، وسيما يعلم أن هذا المسيحي ليس منظما بميليشيات أو بفرق مسلحة حتى يبادل العنف بالعنف. وهون لازم نعرف أنه واجبنا ليس فقط نحث أولادنا على البقاء، لكن واجبنا نستعمل كل الوسائل الحضارية لإفهام المسؤولين إن كان داخل البلد وإن كان خارجه في المجتمع الدولي، إنه لازم تحافظوا على هالمكون. المكون كان له تاريخ، دائما تاريخ خير وبركة ونعم على شعوب هالمنطقة. ببساطة، هل يدفع المسيحيون ثمن أن التكفير يراهم مستغربون أي تابعين للغرب، والغربي لم يرهم بعد يعني بيعتبرهم من المكونات الممكن يكون زائلة أو بائدة أو بقايا هنود حمر، هل يدفع المسيحيون الآن ثمن عدم فهم متبادل من الطرفين؟ هذا الصحيح، باللغة الفرنسية نسميها سكيب جوت، بمعنى أنه نحن المسيحيين عم ندفع ثمن غلطات ما نسميه المجتمع الغربي والفئات التكفيرية الأصولية لا زالت تعتبرنا أحفاد الصليبيين. للأسف الجهل مطبق على الكثيرين، وهناك ما نسميه الإيديولوجية الدينية والتدين السياسي الذي يساعد على خلق إيجاد تلك البيئة اللي هي نوعا ما تعود بنا إلى مئات السنين إلى الوراء، حيث القوي هو الذي يحتكر السلطة على حساب الضعيف. غبطة البطريرك، يعني أنت طالبت الدول الغربية بأن أو سميت الدول الديمقراطية بالدفاع عن المسيحيين كي يعيشوا بكرامتهم، هل هذه الدول أولا ديمقراطية؟ ماذا تعني أنه أنت ديمقراطي وترى بعينين؟ يعني كيف يمكن لهذه الدول أن تدافع على البقاء المسيحي عن بقاء المسيحيين في أرضهم؟ تسمى ديمقراطية ما بالطريقة الغربية، نعم. ديمقراطية فإذا حكم الشعب على الطريقة الغربية، نعم. لكن اليوم للأسف هناك تسييس نقدر نسميه فاجر للإعلام الذي يعني
مثل ما يقولوا يستولي على عقول عامة الشعب ويوجهها بالطريق الخطأ كما يريد. هالقوة الرابعة عم بتأثر كتير، حتى انه السياسيين اللي ما عندهم الا الهدف انه يأبنوا انتخابهم بينسوا مبادئهم، وهل القوة الرابعة الإعلام بتغطي عليهم. نحن اليوم طالبنا هذه الدول التي تسمي ذاتها ديمقراطية أنه تدافع عن شرعة حقوق الإنسان للجميع، ليس فقط في بلادهم حيث هناك مجال للدفاع عن هذه الشرعة عن طريق محامين ومنظمات مدنية، ولكن في هذه البلدان التي للأسف لم تستطع إلى الآن أن تفهم أن شرعة حقوق الإنسان هي للجميع، ليس فقط لدين الأكثرية أو للذين يعني يدينون بدين الحاكم. لازم، وهنا مسؤوليتنا نحن المهتمين الرعاة الروحيين، أنه ندعو أخوتنا أيضا الرعاة الروحيين في الديانة الإسلامية حتى يفهموا هواجسنا ويفعلوا شرعة حقوق الإنسان، ليس فقط بالكلام وبالشعارات ولكن بالأفعال الواضحة. يعني ها قد عقدتم قمة روحية إسلامية مسيحية في بكركي، هل هذه القمم تؤثر؟ يعني هل سيبقى الخطاب على مستوى قمة، أم أنه يجب أن ينزل ليطال القاعدة العامة للبشر؟ يعني أوقات بنعزي نفسنا وبنقول أحسن من بلا. هذه القمم الروحية تجمع، وكل اجتماع لابد أنه يقدم بعض الخير، ولكن علينا أن نفعل هذه القمم. وكنا بهذه القمة الأخيرة في بكركي، الكرسي للبطريرك الماروني، والتقينا مع أخوتنا المسلمين وسمعنا منهم كلام حقيقة مشجع بالنسبة لموضوع الهواجس. وأنا من الذين يرددون دوما أن مسؤولية الأكثرية هي أكبر بكثير من مسؤولية ما يسمى الأقلية، بمعنى مسؤولية أخوتنا المسلمين بإزالة هاجس الخوف مثل ما يقولوا الشعور بالقلق لأخوتهم بالأقلية المسيحية واجب أكبر، لأنه ما فينا نحن نقول لواحد مهدد دوما لا تخاف. الخوف هو مثل ما بتعرف شعور غريزي، لازم نزيل هالتهديد هيدا، وهذا هالتهديد لا يزال إلا بأفعال واضحة. بصراحة غبطة البطريرك، يعني شو طبيعة العلاقة اللي بتربطكن مع القيادات الروحية الإسلامية في المشرق؟ هل تعتقد أنهم قادرون على ضخ الانفتاح بين قواعدهم في ظل نمو الحالات التكفيرية بالمنطقة؟ طبعا علينا أن نتابع المحاولات، وعلينا أن نتابع الاتصالات بتواصل حضاري حقيقي ما بين فئات الوطن الواحد والمسؤولين الروحيين في الديانتين الإسلامية كما المسيحية، عليهم أن يعوا ذلك. وأنا من الذين أيضا في كل مناسبة أذكر أن المسيحيين يحتاجون إلى صوت قوي واضح من قبل الرعاة الروحيين المسلمين، إن كانوا سنة أو شيعة، أن يطمئنوا إخوتهم ليس فقط بالأقوال، ولكن يجتمعوا بمؤتمر ما يسمى قمة روحية، إن كان السنة برئاسة
شيخ الأزهر، وإن كان الشيعة برئاسة مثل ما بتعرف المراجع الروحية الشيعية في إيران والعراق، ويأخذ الموقف الواضح أن المسيحيين هم من نسيج الوطن، أنهم مواطنون صالحون يحاسبون حسب كفاءاتهم وحسب أفعالهم ليس حسب ديانتهم، وهذا موجود أيضا في كتبهم. نعم. لازم نعرف أنه أخوتنا بيطمئنونا ليس فقط بمجرد أقوال وشعارات، ولكن بعقد اجتماعات واضحة. نحن إذا نحتاج إلى عقد اجتماعي هنا، أريد أن أنتقل إلى سوريا. أنا أعلم أن يعني غبطتكم تتابعون بشكل حثيث ما يحدث في أبرشياتكم في سوريا، في حلب، في دمشق، يعني كنت تتكلم معهم والجزيرة. في حمص والجزيرة، بعد أن طال الكثيرين منهم تهجير، يعني لنكون واضحين، هل تعتقد أن هناك استهدافا مكبوتا أو معلنا للمسيحيين والسريان بشكل خاص؟ حسب ما تأتينا الأخبار من أخوتنا رجال الدين هناك كما ذكرتون بالأبرشيات الأربع، ليس هناك استهداف متعمد. المسيحيين هم مواطنون يعيشون في المناطق التي فيها توتر وفيها قتال وفيها اشتباكات، وللأسف مثلهم مثل غيرهم معرضون للإصابات، للتهجير وللابتزاز. لكن أعود وأقول لدينا مثال العراق. أنا سأسألك بعده عن العراق. الموضوع في سوريا، المسيحي يعيش مع أخيه المسلم في مناطق كثيرة، وعندما تعم الفوضى وعندما تكون هناك فئات تصر على ما تسميه إسقاط النظام بالعنف، دون شك سيتعذب أو ينال المسيحي كما المسلم حصته من العذاب والآلام والتهجير. لكن أعود وأقول نسبتنا، بما أنه أن قليلة رغم كل شيء، طبيعي أن تظهر المسيحي معرض دوما للنظر بارتياب للوضع الذي هو فيه ولمستقبله أيضا. فهناك التهجير للمناطق الداخلية بسوريا كما تعلم، وهناك أيضا التهجير خارج سوريا، وهذا ما يقلقنا فعلا، ونريد بكل وسائل أن نكون على مستوى مسؤولياتنا أنه نساعد أخوتنا يضلوا في مناطقهم رغم كل شيء. ولكن ما فينا أيضا ننسى أنه عندهم عائلات وعندهم مثل ما يقولوا أهداف يحموا أولادهم، فعم بتهجروا. شكرا غبطة البطريرك. أعزائي، بلاد ينتظرها عمل كثير. النوايا الطيبة وحدها لا تكفي، أعمال ونوايا معا حتى لا تذهب هذه الحضارة المشتركة إلى مرارات الماضي. شكرا لغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان على استضافته للميادين ولأجراس المشرق في دير الشرفة التاريخي. شكرا لجميع الزملاء الذين يعملون معنا في برنامج أجراس المشرق من قناة الميادين، وللزميلة لورا موراني. وسلام عليكم وسلام لكم.